أهله الطيبين الطاهرين. بعد أن اجتمع نخبة من علماء العراق في رحاب الكلية الإسلامية الجامعة في مكانها البديل بمدينة بابل الفيحاء، اسمحوا لي بأن أقرأ التوصية بعد مناقشة البحوث التي ألقيت في هذا المؤتمر. التوصيات: أولاً، إنشاء مراكز ثقافية إلكترونية وورقية محكمة لإعادة تشكيل صورة الإسلام عند الآخر، تؤكد نشر المبادئ الإسلامية الأصيلة لتخلصها من شوائب التأريخ. ثانياً، تبني الترجمات المنصفة للقرآن الكريم سواء جاءت من مستشرقين أو شرقيين، لكي تقف بوجه الترجمات الحاقدة التي يتبناها أعداء المسلمين. ثالثاً، السعي لإقامة المؤتمرات والندوات المتخصصة لإظهار سيرة الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وفكره وأثر ذلك في نشر المحبة والسلام في العالم. رابعاً، التأكيد على السيرة النبوية وأثرها في بناء شخصية الإنسان المسلم بدءاً من الطفل وترويج فن القصص الديني، وهذا يقع على عاتق وزارة الثقافة من خلال دعم الأدباء من ذوي الاهتمام بالكتابة في مجال الطفولة والإسهام في طباعة نتاجاتهم، والتأكيد على إنتاج أفلام الرسوم المتحركة بتقنيات فنية حديثة تركز على عرض قصص الأنبياء وسيرة الرسول الأكرم بما تتضمنه من دلالات إنسانية. خامساً، تفعيل دور علماء المسلمين بالاندماج مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية ومؤسسات المجتمع المدني لتشكيل برامج ومشاريع تربوية والدعوة إلى نبذ الخلافات المذهبية. سادساً، ضرورة اهتمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بنشر مفاهيم المحبة والأخوة التي تضمنتها حياة الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وأئمة أهل البيت عليهم السلام، وبثها بين صفوف أبنائنا الطلبة. سابعاً، السعي لدعوة رجال الدين من الديانات الأخرى لحضور مثل هذه المؤتمرات من أجل الدخول في حوار يقرب وجهات النظر بين هذه الأديان بما يوصل إلى عدم الإساءة إلى رموز هذه الديانات. ثامناً، الدعوة إلى قراءة جديدة لتراثنا الإسلامي وبخاصة ما يتعلق منه بسيرة الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم لإزالة ما دخل فيه من إسرائيليات ونصرانيات حاولت تشويه تلك السيرة العطرة التي استغلها أصحاب النفوس الضعيفة لتشويه الصورة الناصعة للإسلام وتشويه صورة الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وشكرا. تفضل. أحسنتم، ولكنني أظن بأن للإسلام أعداء لا يعدون ولا يحصون. دكتور أجدد شكري للسادة الحضور الكرام الباحثين الألقاب العلمية المحترمون لجهودهم في إنجاح هذا المؤتمر. لم يتبقى لنا سوى أن نشكرهم ونقدم لهم الشهادات التقديرية. فيتفضل الدكتور عمار السلامي عميد الكلية الإسلامية الجامعة بتكريم الأساتذة الباحثين. الأستاذ الدكتور سعدون أحمد علي، من يستلم مهامك؟ سليمة مكان. قيس. الأستاذ الدكتور قيس حمزة الخفاجي. الأستاذ الدكتور متعب مناف سمرة.
الأستاذ الدكتور عامر عمران الخفاجي. من يستلمها مكان؟ الأستاذ الدكتور عبد الوهاب حمد. يستلم مكان. شكرا للدكتور عمار السلامي. تحية موجود. يتفضل الأستاذ الدكتور متعب السامرائي بتكريم بعض الأساتذة. الأستاذ الدكتور محمد كريم الشمري. من يستلمها مكانه؟ استاذ أحمد. الأستاذ الدكتور رحيم جبر الحسناوي. صالح أحمد الموقع حد الأستاذ الدكتور عباس إبراهيم الجبوري. أستاذ أحمد الموقع حد يسلم مكانه. الأستاذ الدكتور مجيد الماشطة. الأستاذ المساعد الدكتور عمار هادي عبد العليم. أستاذ أحمد السلم سام. شكرا للدكتور متعب. يتفضل الأستاذ الدكتور حسن الحكيم تكريم بعض الجوائز. الأستاذ المساعد الدكتور دريد موسى فاضل. الدكتور بدر ناصر حسين. الدكتور عظيم كامل الجميلي. الدكتور وسيم عبود عطية. الدكتور عبد الزهر الخفاجي. دكتور هادي عبد النبي. ما أعرف خبر. شكرا للدكتور حسن الحكيم. يتفضل الآن الدكتور حيدر القريشي تكريم بعض الجوائز. ما يعرف. خلي شاور بس إن شاء الله. كرم دكتور عمار. كرم دكتور عمار. الدكتور محمد الحربي. دكتور غسان حاكم. دكتورة ساهرة قحطان.
المدرس المساعد أحمد إبراهيم. لا تستعجل الخير شوية. زهير غازي موجود. أخي يا عبد الهادي موجود هذا؟ لا تفاجئ. يقول عبد الهادي. إيه إيش اسمه؟ هادي التميمي. بس أخي. مدرس المساعد حوراء حسن. مدرس مساعد قصي شهاب. وجوني حق السبع طرباي مكرم. هناك هي صغرة. شكرا. لا دكتور عمار يقدم للدكتور زهير. مو بس مرتك بس صبري. لا تربطوها مرتك. شكرا للدكتور حيدر القريشي. تفضل الدكتور هادي تميمي. تكني بعض جواز. بس خليك من مرتك عليك. اكتب اكتب اكتب. المدرس المساعد ولاء خضير. خلي عمار يلا خليها بعدين خليها بعدين. لا لا خلي خلي لا مشي مشي مشي. الأستاذ الدكتور زهير غازي. مدرس المساعد عقيل رشيد الأسدي. مدرس المساعد حيدر جابر الموسوي. مدرس المساعد عصام فخري. شكرا للدكتور هادي تميم. يتفضل الدكتور زهير غازي لتكريم بعض الجواز. مدرس المساعد وسام حسين. مدرس المساعد ضحى أكرم. شكرا للدكتور زهير. يتفضل الدكتور مجيد الماشطة تكريم بعض الجواز. مدرس المساعد سليم فليح. الدكتور عمار عبد الأمير السلامي. شكرا للدكتور مجيد. شكرا للدكتور. يتفضل الدكتور عبد الزهر الخفاجي.
تكريم بعض الباحثين. دكتور حيدر كاظم. الدكتور حيدر كاظم القريشي. المدرس المساعد أحمد عواد ياسين. المدرس المساعد حيدر فوزي رسمي. شكرا للدكتور عبد الزهرة. يتفضل الدكتور غسان حاكم تكريم بعض. المدرس المساعد عقيل عبد الرضا. عبد الرزاق. كاتب خطأ. انت كاتب خطأ. ولي الشرف في الأخير أن يكرمني الدكتور غسان. في الختام لا يسعنا إلا نتقدم بالشكر الجزيل لكل من تجشموا عناء السفر وساهموا بشكل كبير في إنجاح هذا المؤتمر. شكرا لكم كثيرا، على أمل لقاء في ملتقى آخر وإبداع آخر.